أستاذي لويس جريس فقدته النهاردة وأنا وسط يعني العمل الصبح وإحنا على الهوا أبلغوني أننا فقدنا أستاذ في الصحافة المصرية، أستاذ كبير يعني من في الصحافة المصرية، رئيس تحرير صباح الخير لسنوات طويلة، أستاذي لويس جريس. لويس جريس زي ما قلت الصبح له في عنقي دين لا يمكن ان انا يعني لو قعدت عمري كله ان انا اسدده وارده ما اقدرش ارده. استاذ لويس جريس كان في الجامعه الامريكيه يشغل منصب مديرا للعلاقات العامه، تعرف عليا وانا بكتب في صحافه الجامعه وقال لي تعالي اكتبي في صباح الخير. قلت له معقول اكتب في صباح الخير؟ انا مين انا عشان اكتب في صباح الخير؟ طبعا كان حلم بالنسبه لي فكره ان انا اكتب في صباح الخير. قال لي لا تعالي اكتبي في صباح الخير. واول موضوع عمل لي حاجتين، انا كنت لسه طالبه في الجامعه. خلى احد كبار الرسامين لصباح الخير استاذ جمال كامل يرسمني ونزل الرسمه غلاف لمجلة صباح الخير. فكانت هذه الفتاة الصغيرة اللي هي لسه عندها 18 19 سنة غلاف مجلة صباح الخير. وما أدراكم ما صباح الخير في ذلك التوقيت، أنا بتكلم هنا على نهاية التسعينات الثمانينات، ما أدراكم ما صباح الخير. صباح الخير كانت شنة ورنة، صباح الخير دي اللي كان فيها كل الناس، مؤسسة روزا ليوسف كان فيها كل الناس. صباح الخير دي اللي كان فيها مفيد فوزي وجاء رئيسا للتحرير بعد أستاذ لويس جريس، اللي كان فيها محمود سعد، اللي فيها يعني رشاد كامل، اللي فيها منى فوزي، اللي فيها نجلاء بدير. صباح الخير، صباح الخير أهم أقلام روزا ليوسف اللي فيها وائل إبراشي وعادل حمودة وإبراهيم عيسى. هذه المؤسسة كنا نعدي بس في شارع القصر العيني نبص لها كده، دي المؤسسة اللي أسستها روزا ليوسف، إحسان عبد القدوس، يعني دي اللي فيها الكبار. فإن أنا أكتب في صباح الخير وإنه ينزل صورتي غلاف في مجلة على مجلة صباح الخير ويقول ترقبوا هذه الصحفية الشابة. وكنت لسه في الجامعة. أول حوار عملته ونشرهولي أستاذي لويس جريس كان حوار مع الأستاذ عماد الدين أديب. دي كانت أول علاقة ليا بأستاذ عماد الدين أديب وبالعيلة كلها. أستاذ عماد الدين أديب كان راجع من لندن يؤسس مجلة كل الناس مع الدكتورة هالة سرحان ثم جريدة العالم اليوم، والتقيت بيه في الجامعة الأمريكية وعملنا الحوار ده. كان أول حوار لعودة عماد الدين أديب، أول حوار بقلم لميس الحديدي. ثم بدأت أكتب، ابتدى ينشر لي حاجات ترجمات للصحافة الأجنبية. ثم بعد ذلك كان بقى أستاذي مفيد فوزي اللي ابتديت أنشر معاه المواضيع الصحفية من أمريكا وغيره. لويس جريس علمني وعلم أجيال، علم أجيال كتيرة، علمها أشياء كثيرة جدا: الدقة، الموضوعية، الصحافة، الهدوء، في كده طباع فيها يسر. لويس جريس كلمني من شهرين وكان صديق وديع فلسطين عنده مشكلة في المعاشات، معاشه. وكان وديع فلسطين وهو أستاذ كبير، يعني يمكن أكبر في السن من أستاذي لويس جريس. وكلمني وقال لي يا لميس وزير فلسطين مش عارف ياخد معاشه، معاشه في الدور الرابع، الناس عايزينه يطلع الدور الرابع، الراجل معاه فوق التسعينات ما يقدرش يطلع الدور الرابع. واتصلنا بالوزيرة وزير التضامن الاجتماعي السيدة غادة والي، ومشكورة أول ما شافت البوست بتاع أستاذ لويس جريس على طول تفاعلت. لويس جريس لأن أستاذه كان وديع فلسطين تحرك عشان أستاذه، بعد كده تم الاعتداء على أستاذه أيضا وديع فلسطين، وكلمني وقال لي الحق يا لميس حصل كذا كذا كذا. يعني لويس جريس بالنسبة لي شخص مش بس أستاذ، ولكن شخص كان صديق وقريب. زوجته الراحلة سناء جميل، وكنا على موعد أنا وهو، للأسف هذا الموعد سبقني فيه القدر إن احنا نعمل حلقة عن الراحلة
سناء جميل اللي كانت زوجته لسنوات طويلة، للأسف لم يكن لهم أبناء، لكن حبه وعشقه لسناء جميل ما كانش ممكن حد يعني يقيمه. آخر حوار تلفزيوني بيني وبين أستاذ لويس جريس كان في 26/5/2016 في هذا المكان، نشوف جزء منه. أنا بشكرك، وبشكرك على عمر طويل، وبشكرك على مساندة من سنين. يعني حضرتك بلاش كام سنة يا أستاذ، عشان ده يا دوبك من كام سنة بس، من ساعة ما اتخرجت من الجامعة. أستاذ لويس، إيه قصة؟ طول عمرك رائعة يا لميس. ربنا يخليك يا أستاذ. إيه قصة حكاية سناء؟ إشمعنى دلوقتي بعد 14 سنة من وفاتها؟ والله فكرة يعني دي، أنت فعلا هنا يعني سؤالك الأول يعني ده يعني لمس نقطة هامة جدا في إجابتي عليه، وهي ليه دلوقتي؟ لأن فعلا أنا في ضميري كنت عايز الناس تفتكر سناء، والنتيجة اللي حصلت بيها على هذا الفيلم إن الناس قالت لي الله أنت فاكر إن إحنا نسيناها؟ لا، سناء جميل ما تتنسيش. ده حقيقي. وبعدين الحقيقة يعني احنا عشنا مع بعض 41 سنة، ودايما اقول ان يعني لو انا كنت تزوجت من احدى زميلاتي في الجامعة كانت هتبقى حياتي عادية، ولكن زواجي من سناء جميل جعل حياتي ثرية غنية متنوعة ومرت من غير ما احس. السنين جريت وانا مش دريان، لدرجه ان حتى لما سناء رحلت ما زالت عايشه معايا. حبيبي، يعني مش عارفه اقول لك ايه. رحل لويس جريس قبل ما انا حتى اودعه، استاذي ومعلمي ورحمك الله.